قضايا بتاع جبال النوبة دي قضايا جزء من قضايا الشعب السوداني دي ما موصولة منه. القضايا بتاعة النوبيين في الشمال جزء من قضايا الشعب السوداني. القضايا بتاعة الرعاة جزء من قضايا الشعب السوداني. دارفور جزء من القضايا بتاعة الشعب السوداني. نحن بنقول في كل الفرنت دي لازم الناس يطالبوا بحقوقهم، لازم الناس يشوفوا طريقة انهم يصلوا لأساس مشترك للتفاهم. الحركة دي نحن جزء منها دارين نطورها. لما جينا في الولايات المتحدة الأمريكية شرحنا انه الشمال لازم يتفهم، الشمال لازم يكون فيه سياسات جديدة تجاه الشمال، داير ديمقراطية، داير تغيير، داير كذا، داير كذا. في ناس دايرين انه الكلام ده يتم بكرة بعد بكرة، انا افتكر انه it is not possible. ده داير شغل طويل وداير عمل كبير. انا ما شعر انه الصحيح انه يعني نتكلم بطريقة برضو فيها نوع من الإدانة والتجريم للشعب السوداني. الشعب السوداني شعب عظيم قاعد يناضل في ظروف صعبة. أنا شخصياً عديت فترة طويلة جداً برا السودان. I'm really impressed بالديديكيشن والديترمينيشن بتاع الشباب والناس الموجودين بدافع عن حقوقهم في ظروف صعبة جداً جداً، وبيقولوا آراءهم وبيمشوا ندوات وبيستقبلوا الناس وكده. لكن كونوا إنه الموضوع ده رايب ما رايب، نحن زمان عشنا الفترة بتاعت جعفر نميري، كان في ناس بيقول لك انه الشعب السوداني ده كله ميؤوس منه، وانت كنت موجود. انا افتكر كده جات فترة فجأة الشعب السوداني انطفأ. انا ساكن في شارع حصل فيه حادث بتاع حركة، الشارع كله طلع في مظاهرة لحد ما جينا ايب الوالي وجابوا عمود بتاع الترافيك لايت عملوه في ساعة واحدة. فبالتالي انا داير اقول انه الكلام بتاع انه كلام نحن ما عملنا يعني ده كلام برضو جزء من الاحباط. انا بعتبر الكلام ده ذات المطور الوطني جزء منه. المطور الوطني انه يعني عمل في جرائد لحاجات كثيرة، انه نازل ما عندهم قدرة وما حيستطيعوا وما حيعملوا وما كده وما نا. ولبس حتى بعض المعارضين بيجوا يرجعوا بنفس الكلام بتاع المطور وبيستهينوا بلنا انه 40 مرة بس. طيب 40 مرة دي حاجة عظيمة جدا جدا، انه النساء 40 منهم جوا في واستجابوا للنداء. شعب السودان الحركة الجماهيرية بتاعته عندها قوانين، عندها شغلها، عندها امكانياتها. لو بتقدر ولا ما بتقدر هي بتمثل الشعب السوداني. اذا ميتانا معناته القدرة بتاعت ممكن تيجي تقول دي القيادية، ممكن تقول كي. لكن انا اي بليف انه الشعب السوداني محتاج منكم لصدرتي، للتضامن، لوقفة ضد التعذيب، لوقفة ضد الاعتقالات، لوقفة ضد الحاجة البنرز المفروض يجيب في منطقة زي نيويورك فيها الأمم المتحدة وفيها كده، لوقف كل الهيوميليشنز اللي قاعد عرض له الشعب السوداني في الداخل، مش محاسبة الشعب السوداني. عبينا كل الناس فجأة الحركة الشعبية كالعادة، أنا بقول كالعادة لأنه في سيناريوهات كثيرة حصلت برضو قبل الكلام ده، انسحبت وخلت الناس كده. الأسباب لو أنت داير باختصار نمرة واحد، الحركة الشعبية لفترة طويلة جدا كل القوى السياسية كانت هيزيتن في دخول الانتخابات بما فيها الحركة الشعبية. حتى الترشيح بتاع مرشح الحركة الشعبية جاء في آخر قبل أقل من شهر من بداية الانتخابات. ما تم تحول ديمقراطي كانت معروفة بالنسبة لنا. في مناخات سياسية مختلفة في كل السودان، ناس في الجنوب مهتمين أكثر بالاستفتاء، الناس في منطقتين مهتمين بالمشورة الشعبية، الناس في دارفور، نحن مشينا في الحملة الانتخابية لكل السودان، ناس في دارفور جونا بمئات الآلاف رغم الحظر والمنع وكده، كان معظمهم ما سجلوا، ومعظمهم كانوا بيقولوا إنه حل القضية بتاعت الحرب قبل الانتخابات، لأنه هم بيجروا إنه لا يمكن تتم انتخابات نزيهة حتى لو هم صوتوا. الانتخابات البروسيس بتاع كله لقينا كل المعلومات منوبليتد بواسطة المؤتمر الوطني. في سؤال هل نحن ندي المؤتمر الوطني شيك والناس كلهم يتنافسوا؟ الغوة بتاعت المعارضة وانت برضو عندك حزب ما استطاعت تتفق على مرشح واحد. لو مرشح واحد كان ممكن يعمل المعركة شكلها مختلف. بعدين ما صحيح انه الحركة الشعبية عملت برا، نحن مشينا اجتمعنا
وفي حاجة اسمها تجمع مرشحين الرئاسة، واجتمعنا في دار حزب الأمة واتفقنا وقلنا للناس بعد 72 ساعة مش هيرجع للريكورد. نحن جبنا قرارنا أول إنه عملنا مطالب محددة والنظام أصلا ما استجاب لها. كان واحد في الاثنين، يا نخوض الانتخابات تزور ونسكت، يا ما تزور نحن في الحركة الشعبية الانتخابات بتودينا الحرب. بكل التحليل عندنا معلومات كثيرة بوضوح إنه الانتخابات تزور، نرفض الانتخابات وبعد نرفضها كقوة عندها جيش وعندها هتودينا في اتجاه بتاع الحرب. الكلام بتاع إنه الحركة الشعبية هي حلم كاذب ولا ثورة كاذبة ما عرفت، ما سمعت، مخاط كاذب، ما مخاط كاذب، بدليل إنه الجنوبيين حققوا أهدافهم عن طريق الحركة الشعبية، والجنوب انفصل لأنه رغبة الجنوبيين إنهم ما دارين يعيشوا في دولة مواطنين درجة تانية، بالتالي ما في كذب في المسألة دي في الجنوب. المنطقتين ديل بدون الحركة الشعبية، أول حاكم بعد انهيار دولة الفون اللي حكمت 317 سنة في كل من 56 ورين حاكم واحد جاء من أبناء النيل الأزرق، حاكم واحد جاء من الفونج والأنقزرة، وده قاعد قدامك ده ما مخاط كاذب. إنه نحن حركة قلنا إنه القيادة بتاعتنا بتجيب من المهمشين، من الناس اللي ما عندهم أصوات، ما جبنا قيادة من أي ناس عندهم بارتيكولر جينز، جبنا ناس من الهامش. في النيل في جبال النوبة برضو رجعنا الحركة بتاعتنا اللي حركة من الحركات البسيطة، القوة بتاعت الهامش تقعد في الفرنت سيت ما بتقعد في الباك سيت، دي حقيقة. في مشاكل وفي مصاعب، هل الشعب السوداني بيقدر التغيير؟ ما بيقدر، نحن قوة بتاع التغيير. التغيير ما عنده له سيناريو، أي زول عنده سيناريو يدينا له، لكن بنقيف مع حب الإنسان، بنقيف مع ضرورة إنه يكون في مؤتمر دستوري، بنقيف مع كل ما يؤدي للتغيير. لو داير سيناريو من الحركة الشعبية برات أقول لك إنه للسيناريو we don't have it, we need to do it with you, let us do it together. الإشكالية بتاعت الانسحاب من الانتخابات زي ما قال الأخ ياسر كان اتفاق جماعي. أول حاجة الاتفاق الجماعي أنه نحن نتفق على مرشح واحد عشان ينازل المؤتمر الوطني. الامبريشن اللي كان عندنا أنه الأحزاب السياسية هتتنازل لمرشح الحركة الشعبية عشان تخوض المعارك مع البشير. الاستراتيجي الثاني انه ينزلوا معاه نفرين حزبين عشان يوزعوا الاصوات سو ذات انه البشير ما يلقى النسبه اللي مطلوبه ويعيدوا الانتخابات ويجي ينسحبوا الحزبين في المرحله الاخيره لمرشح الحركه الشعبيه. سي وات هابن، عشان كده انا بقول لك انه شنو اللي حيحصل وانا هوريك شنو اللي حيحصل هسي في التغيير اللي انتوا بتتكلموا عنه. لما قلنا الكلام ده واتفقنا ومسكنا المرشح بتاعنا لحد اخر لحظه ونصنا نحن نزلناه، نزل معه الاحزاب اللي اتفقنا معهم انه ما ينزلوا مرشحين، نزلوا مرشحين 13 حزب نحن اتفقنا معهم نزلوا مرشحين. بقى في element of vulnerability لانه نحن اتفقنا وي دي نوت هونر حتى الاتفاق بتاعنا. كل الناس جايه نزلوا وي صوت انه دي عمليه بتاعت مناوره. انا شخصيا انا واسينك انه دي عمليه بتاعت مناوره، لكن في النهايه مش بيقى عمليه بتاعت مناوره، بيقى عمليه بتاعت استمراريه. جينا تاني مع نفس ال 13 حزب قعدنا قلنا يا اخي ال 13 حزب ديل طالما قصوا في معطيات في الساحه وانه حيكون في تزويد خلونا انه نحن ننسحب كلنا. اتفقنا في المساء انه ننسحب، اعلنا الانسحاب بتاعنا. حتى في الحركه الشعبيه كان في فيوز كثير، انا واحد من الناس اللي كنت رافض الانسحاب انه ياسر ما ينسحب لحد الان، لكن الميجورتي بيقول لا لو ده الوضع انه ياسر ينسحب. نحن وي سكم، نحن اظن ثلاثه ولا اربعه وي سكم لغايه الاغلبيه. وعلى انه كل الاحزاب هتنسحب، الاحزاب ما انسحبت. احتفظت بمرشحينا.
اللحظة دي بعد ما قرينا اليوم الوضع السياسي الحاصل وشنو اللي هيحصل في الساحل وشنو اللي ممكن يجيبه لنا؟ ما في مظاهرة قامت في السودان الحركة الشعبية ما كان ليدين فيها هو السياسي الدين كانوا في السجون بدخلوا في السجون أنا اللي بجي بفكر طلعوا من السجون أنا بدرايف فروم خرطوم فروم دمازيل لخرطوم عشان أمشي أطلعهم ف we are leading خاصي مع الشباب we are leading لكن we need a right situation where do we struggle and how do we strike قلنا نحن كحركة إذا حصل تزوير في انتخابات جنوب كردفان نحن ما دارين نمشي الحرب لكن we will take الحركة will take to the streets يوم 10 شهر 5 we will do it we will do it and we are leading الشباب عندهم المقدرة أنه to team up نحن they will team up we will be partners معهم في أنه taking up في الشارع if they don't take up ونحن will not blame anybody لأنه we are not coordinated مع أي حزب نحن قلنا لو لا ده ما حصل conditional وطول المطور الوطني وكتبناه ونحن حاسي عندنا mobilization ولاية ولاية بيت بيت we call it house to house زنجة